أهلا وسهلا بيكم، ما سلامتكم الناس الكل. أنا عارف إنه ممكن يكون في قلبك عدة أشياء تحب تعملها، أو عدة أفكار، أو عدة طموح كانت في بالك مني كنت أنت صغير، ولا من اللي بديت تعرف، بديت تتخمم وتخطط لحياتك. وفي بداية حياتنا بالطبيعة في الأول تكون عنا طموحات كبيرة، تكون عندنا أهداف كبيرة وأهدافنا عالية، ولكن فما نوعين من الناس. فما ناس مع الوقت الأحلام هذه تبدأ تتحقق شوية شوية وتبدأ تكبر، وفما شكون يبدأ يتنازل عن أحلامه مع الوقت. تمسك بأحلامك مهما أحبطوك، وكن أنت قائد سفينة، واجه العراقيل بالصبر والإيجابية، برمج عقلك الباطن على النجاح والتألق، كن أنت التغيير، نعم أنت، استغل كل طاقاتك لتحقق حلمك، قيم وعدل أفعالك ثم جربها ثانية واعرف النتيجة، وحاول بدل المرة 1000، لا تتوقف، وانظر نحو الأفق بعين حالمة متفائلة، واعلم أنك تصبح على ما تفكر فيه. عش بإيجابية وآمن بذاتك وقدراتك، وقل سأجعل من حلمي حقيقة.